يمكن احنا اتكلمنا في التليفون بسرعه وما استوفيناش كل اللي كنا عاوزين نتكلم فيه على مساله تعديلات القانون والخدمات الجديده. ويمكن انا متذكر كويس جدا ان انا كنت بقول انا يهمني ان احنا نشوف ازاي هنقدر نوفر نصيب عادل من الوظائف وفرص العمل بعيدا عن الشعار. يعني دايما كده ايه، اصل انا عشت فتره طويله من عمري شعارات بقعد اقراها في الجرايد ومفيش حاجه بتحصل. الوضع اختلف دلوقتي ازاي؟ هو فيما يخص العمل تحديدا، يعني طبعا انا عايزه اقول ان هو كان الاول فيه 5% ولكن لم تكن مفعله. ايوه، يعني ال 5% كانت في اماكن العمل سواء الحكوميه او الخاصه. يعني دلوقتي في قرار يعني من الحكومه بضرورة تفعيل ده في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي بنلاقي ان في يعني اتجاه وتوجه قوي جدا من الدولة لتفعيل ده وعمل عقوبات على الأماكن أو جهات العمل اللي لم تستوفي 5%. حلو. الأهم من كده بقى إن إحنا مش بس نستوفي 5%، ولكن إن الأشخاص اللي عندهم إعاقات يروحوا الشغل ويشتغلوا. وعلشان يحصل ده لازم يبقى فيه نوع من الإتاحة، والأكسسبيليتي هنا مش إتاحة مكانية بس، يعني ما يكون في كود هندسي للكرسي المتحرك، يبقى طبعا رامب ودخول الأماكن دي والمداخل والمخارج، الأسانسورات، كمان الإتاحة التكنولوجية علشان في إعاقات بصرية وإعاقات سمعية. صح. فدلوقتي إحنا في عصر التكنولوجيا، فليه ما نستفدش بهذا العصر والأدوات والإتاحة تكون موجودة في أماكن العمل. على فكرة الإعاقة هي مش جوة الشخص ولكن في البيئة المحيطة. عشان كده أنا مش بتكسف قوي من كلمة إعاقة، لأنها لا تكمن داخل الشخص. هو لو لقى إتاحة وتيسيرات خارجية في البيئة المحيطة هو هيقدر يعمل الشغل بتاعه على أكمل وجه. كمان أنا بقول إن ما ينفعش إن هو نطلب منه يشتغل من غير ما يتعلم، ولا ننفع إن احنا نطلب منه يشتغل من غير ما يتدرب. صح. وعشان كده بنقول إن الصندوق، وأنا دلوقتي يعني تحديدا أسعد واحدة في الدنيا إن في صندوق، لأن هو ليه اختصاصات مهمة جدا جدا، وهي التدريب والتأهيل وإتاحة فرص عمل، ولكن أيضا صحة جيدة. هو بيسر للأشخاص ذوي الإعاقة إن هم يحصلوا على صحة جيدة من خلال الخدمات الصحية وإقامة المستشفيات. الإنسان عشان نبني إنسان، وده طبعا أكيد حضرتك شايف المبادرات بتاعت الرئيس. أيوة طبعا. وبيهتم جدا بمبادرات الصحة. 100 مليون صحة. مئة مليون صحة هي مش 100 مليون صحة من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، هي داخل فيها الصحة بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة. مواطن. بالظبط. أنا ببني إنسان، فعشان الإنسان ده يكون مفعل ويكون شريك في الوطن لازم يكون من الأول بيتعلم كويس، وده موجود في اختصاصات الصندوق. كمان بيتدرب كويس على مهنة أو على حرفة. أنا مش مهم أبدا أبقى مهندس ولا دكتور، ولكن مهم جدا إن أنا يكون عندي حرفة، يكون عندي عمل. صح. عشان أكون مستقل، محدش يتحكم فيا، وأكون أنا كمان مش مجرد في حماية اجتماعية باكل وبشرب، لا، كمان عشان أكون ليا دور في هذا الاقتصاد. أنا بني آدم فاعل ومنتج في هذا المجتمع. بالظبط كده، بالظبط كده. فأنا فخورة جدا جدا إن يبقى في هذا الزخم بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا بشكر الإعلام، بشكر حضرتك جدا إن أنت ما اكتفيتش بمكالمة تليفون، ولكن كمان حضرتك كنت عايز تفرد مساحة من الوقت والاهتمام إن احنا نتكلم على الاهتمام الدولة وكمان دور الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد هذا البلد. لا، أنا اللي بشكرك إن حضرتك لقيت لنا وقت. لا، هو وكمان أنا متأخر. هو أنا صحيح بنام بدري، بس أنا باجي عند دوري. يعني الحقيقة هذا الدور مهم جدا. إذا كان القيادة السياسية تهتم بهذا الملف، يبقى أكيد كل من هو مواطن في هذه الدولة لازم يهتم بهذا الملف.
كمان احنا هنا عندنا تحدي كبير جدا، وهو لو قدمت خدمات الدنيا كلها ومفيش وعي في المجتمع، فانا الخدمات دي مش هتبقى ليها تفعيل. الوعي المجتمعي هو اكبر تحدي انا بشوفه. يعني انا ممكن يكون معايا الفلوس، ممكن يكون عندي المشاريع، ولكن عندي مثلا رامب في الشارع ولكن عربيه واقفه قدامه. بالظبط. طب وهو يعني انا عملت الرامب ده ودفعت فيه فلوس، بس المجتمع ما عندوش الوعي ان هو فين هنا القانون وفين احترامه، فين هنا ان لما يكون في تيسيرات ويكون مجهودات من الدوله للاشخاص ذوي الاعاقه انا احترم هذه التيسيرات، وكمان يعني اكون انا اول واحد لا انتهكها. فالقانون ليس كافي، ولكن وعي المجتمع انه يقدر اولا يحس بقيمة الشخص او الاشخاص او المواطن سواء عنده اعاقة او لا، كمان يكون القيمة دي فيها عدالة. حضرتك اكيد تقدر تعدي الشارع وتدخل وتطلع السلم، بس في غيرك محتاج الرامب ده. فارجو احترام ومكان ركن السيارة ومكان الدراسة بتاعي أكيد. في المحاضرة أو في الفصل بتاع المدرسة، المكان زي ما حضرتك ذكرتي بتاع الشغل، إلخ إلخ إلخ. بالظبط. كمان عايزة أقول إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو موجود هنا علشان يراقب ويشرف على كل القرارات اللي صادرة من الوزارات، علشان إذا في قرارات حصلت ولم تفعل نقول يا جماعة والله القرارات دي قرارات جميلة جدا ونشكر كل الوزراء، ولكن لا يتم تفعيلها بالشكل الكافي. كمان هو موجود علشان يدي خبرة فنية ومشورة فنية، لأن احنا عندنا إعاقات مختلفة، والإعاقات دي كل إعاقة ليها احتياجات ومتطلبات. فما ينفعش إن أنا أدي خدمة مش في مكانها، لازم أكون في يعني تواصل وتنسيق بين الجهات عشان الخدمة ما تصدرش في كذا مكان فبنهدر كده الأموال. احنا لازم الخدمات تكون في تنسيق بين الوزارات، يعني النقل مع وزارة التضامن، مع وزارة القوى العاملة، مع التنمية المحلية، مع الصحة، يعني كل الوزارات دي لازم يكونوا كلهم موجودين ويمثلوا، يعني يكون في ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل وزارة. وفي حاجة اسمها لجنة لتفعيل قانون 10/2018، واللجنة دي هي موجودة دلوقتي في وزارة التضامن وبيشارك فيها وزارة الصحة واحنا طرف فيها، فاحنا بنبقى موجودين. عايزة اقول لحضرتك احنا موجودين في كل حتة، احنا موجودين في الحوار الوطني، موجودين في مؤتمر المناخ، لان مؤتمر المناخ بيتكلم على الاضرار وكل الانتهاكات اللي ممكن تصيب الانسان من اثر المناخ، وهو طبعا الاشخاص ذوي الاعاقه احد هذه الاطراف. بطبيعه الحال هو شريك في الوطن، كائن بشري يعني. بالظبط، ويمكن هو بيتاثر اكتر. وانا كنت في مؤتمر نيويورك، مؤتمر الاطراف في يونيو، واحنا كنا بنتكلم في محور من المحاور على المناخ وتأثيره السلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم نحتاط وإذا لم نضع الاحتياطات وال يعني التيسيرات علشان هو يكون يعني في هذا الملف عنده كل الإمكانيات علشان يقدر إذا كان في مثلا يعني أي يعني أضرار على الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الصحة، فلازم نحط له كل التيسيرات علشان نعمل له وعي وتوعية إزاي يحافظ على نفسه، إزاي إن هو يقاوم أي أوبئة. وده كان واضح جدا في الكوفيد 19. طيب انا هستاذن حضرتك ان انا هروح لفاصل، يمكن بعد الفاصل في دماغي فكرتين انا اعتقدهم محددتين بالنسبه لي شويه. واحده منهم هي مساله، هو انا عندي حصر بالاعداد وخريطه للتوزيع في عموم الجمهوريه، وبالتالي اقدر افعل الخدمات بتاعتي فابقى عارف انا رايح اعمل ايه
لمين عشان تبقى الخدمة فاعلة. ومن ناحية تانية هو احنا عاملين دورنا احنا بتوع الإعلام ولا احنا في ال... لا ابتسامة ذات معنى ذات مغزى على ما يبدو احنا في ال... خليكم معنا لو سمحتوا بعد الفاصل، ودكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة انتظرونا.